صباح الخير يا جماعة. الفيديو ده معمول عشان أجاوب على كل الأسئلة اللي انتوا سألتوها لي اللي الدكتور قالها في المحاضرة. أوكي، فكل اللي أنا عايزاه منك إنك تجيب قلم وورقة وتيك نوتس، تمام؟ يعني اقفل الفيديو ثانية، جيب قلم وورقة واكتب كل حاجة هنقولها في الإجابات عشان تبقى عندك في الماتيريال بتاعة الكورس وعشان تذاكر منها بقية اليوم. اتفقنا؟ تعالى نبتدي. هو يعني حاجة سريعة كده، اول حاجه زي ما انتم شايفين دي مساله السكشن اللي كانت عندكم اللي هي بتاعه الدريفاتيف او النوميريكال ديفرنشيشن، وزي ما احنا كنا شغالين عادي خالص بيطلب منك الفورورد وبيطلب منك الباكورد وبيديك تيبل، فاحنا على طول بنشوف النقطه اللي هي الاكس نوت بتاعتي وبشوف لو انا شغاله فورورد بمشي كده، لو شغاله باكورد بمشي كده. طيب بيطلب بقى حاجه اسمها السنترد difference approximation، تمام؟ طيب السنتر ده بكل بساطه او ايه القانون بتاعه؟ انك تيجي تكتب اف داش في اكس نوت برده عادي خالص، هتاخد اف في اكس نوت بلس اتش اللي انت جبتها دي ناقص الاف في اكس نوت ماينس اتش على 2 اتش. هو ده قانونها بكل بساطه. يبقى انت جبت الفورورد جبت الباكورد ومفيش اي مشكله، طب وعايزين نجيب بقى الايه السنترد، هتقوم جايب f of x نوت بلس h ماينس f of x نوت ماينس h على 2h. ده اللي هو ايه ال 2 points او دي الحته اللي ايه اللي عليكم ان انتوا بس تبقوا عارفينها عن السنترد ديفرنشيشن. يبقى تاخد النقطه دي تنقصها من النقطه دي على total of 2h، دي اللي انت تعرفها. ومش مهم تعرف 3 points، يعني اهم حاجه عندي ان انت بس تبقى عارف السنترد درافاتيف بتاعه ال 2 points، ان انت هتاخد f of x نوت بلس h تنقصها من f of x نوت ماينس h على 2h. كويس؟ اظن ان هو ايه يعني قانون بس هتعوض فيه خلاص، يعني هتاخد القيمه اللي هي 5.7 تنقصها من 1.7 على 2 في الاتش اللي هي بواحد، على 2 في 1. هو ده السنترد الايه ديفرنشيشن بتاع التو بوينتس. تمام؟ اقول اخر مره معلش. يبقى تاخد دي، انت حسبت الفورورد حسبت الباكورد، تاخد اول قيمه في الفورورد اللي هي اف اوف اكس نوت بلس اتش تنقصها من اول قيمه في القانون بتاع الباكورد اللي هو f of x نوت ماينس h، وتقسم على المره دي 2h مش h لا 2h. تمام؟ يبقى دي اول حته. تعالى ندخل على الثانيه. دي مساله يا جماعه سيمسون عاديه جدا، هو بيقول لك find the following integration. طبعا الحاجات دي كلها موجوده في السلايدز بتاعت الدكتور، ممكن انت تفتح تسمع المحاضره تاني يعني ايه تراجع على اللي انا بقوله برده تاني من المحاضره، فده هيبقى افيد لك كتير. تمام؟ على اللي هي البوينتس دي بالذات، لما يجي يقول لك find the following integration using Simpson's 1 over 3 rule اللي هي جايه ان احنا قانون سيمسون، مش احنا بنقول اتش على 3 في القانون بتاعنا، فده اسمه الدكتور عندنا بيسميه Simpson's 1 over 3 rule، مش مشكله. خلاص بيقول لك assume that you have 4 intervals، ان ال n بتاعتك ب 4، ما عندناش برضو مشكله. احنا المشكله اللي كانت عندنا في المساله دي او معظم اسئلتكم كانت بتقول لي باشمهندسه هو ازاي اخري انفينيتي؟ مش سيمسون انا بيبقى عندي بدايه وعندي نهايه. في المساله دي الدكتور جاب لك فانكشن بيقول لك 1 على x مضروبه في x بلس 2 دي x، بس حدود التكامل بتاعتك او الليميتس اوف انتجريشن من 2 لانفينيتي. انت ممكن تعرف المشكله بثانيه ان مش هتعرف تعوض بالانفينيتي. اوكي؟ او ده حاجه لما بنيجي نعمل لها انتجريشن بنسميها امبروبر انتجرال. اوكي؟ فاحنا بنحاول ان احنا نخليه بروبر، يعني هو حاجة رايحة للإنفينيتي، إحنا ما بنعرفش نعمل تعويضات بالإنفينيتي، فإحنا بنحاول إن إحنا نخليه بروبر. كويس؟ طب نعمل إيه؟ كل الفكرة مسألتنا هي هيها، سيمسون هي هيها، بس إحنا عايزين نخلي الإنفينيتي دي رقم. أوكي؟ طب أخلي الإنفينيتي دي رقم إزاي يا باشمهندسة؟ أفكر، هو أنا عشان أشيل الإنفينيتي لازم أقول مثلا 1 على إنفينيتي تديني إيه؟ زيرو، صح كده؟ لو انا مثلا عملت تعويضه عملت سبستيتيوشن، وانتوا عارفين ان الانتجريشن فيه انتجريشن باي سبستيتيوشن،
فلو انا اشتغلت بالسبستيتيوشن وعرفت اخلي السبستيتيوشن بتاعتي يجيب لي واحد على انفينيتي هتبقى زيرو، تبقى المساله ايه انتهت. تمام. طيب اعمل كده ازاي؟ اعمل تعويضه بسيطه، احفظها زي ما هي كده. خد اكس بتساوي واحد على تي. طبعا انتوا عارفين ان احنا مش بنسالك سبستيتيوشن، لو احنا ماس بقى كنت جبت لك تعويضات ساين وكوزاين وقصه، بس انا مش عايزاك غير تعرف التعويضه دي اللي هي سبستيتيوت. ليت اكس بتساوي كام؟ واحد على تي، وهنعمله انتجريشن باي سبستيتيوشن عشان نغير الانفينيتي دي نخليها رقم، وبعد كده تبقى مساله سيمسون عاديه خالص. تمام. طيب طيب يا باشمهندس هنعمل ايه بعد كده؟ انت خلاص قلتينا ان احنا هناخد تعويضة ان اكس بتساوي، هنأسيوم او نلت ان اكس بتساوي واحد على تي. تاني خطوة بعد كده نعملها، ما هي الدي اكس دي المسألة بتاعتك هتتحول لتيهات، لازم نخلص من الدي اكس زي ما كنا بنعمل في السبستيتيوشن بتاع ماستو بالظبط. نقوم عاملين ايه؟ نقول دي اكس على دي تي، نفاضل بقى بالنسبة لايه؟ لتي. يبقى دي اكس على دي تي بتساوي ايه الدريفاتيف بتاع واحد على تي with respect to تي؟ في واحد ممكن يقول لي ناقص واحد على تي سكوير على طول، تبقى حافظها، تحفظ الاتنين دول زي ما هما كده. او واحد تاني يقول لي لا انا هطلع التي فوق، هتبقى تي تو ذا باور اوف كام؟ نيجاتيف 1. اعمل لها دريفاتيف ازاي؟ انزل الباور واطرح منه واحد، يبقى ناقص تي تو ذا باور اوف نيجاتيف 2، وانزل النيجاتيف 2 تحت هتبقى برضو ناقص واحد على تي سكوير. وانا رايي انك تعرف الخطوتين دول حفظ كده وخلاص، اللي هي السبستيتيوشن ليت اكس بتساوي واحد على تي، والدي اكس بتساوي ناقص واحد على تي سكوير دي تي. طبعا انتوا عارفين دي اكس على دي تي لما اضرب الدي تي فوق هتبقى هنا دي تي. اوكي. يبقى تاني هحفظ التعويضه اللي هي اكس بتساوي واحد على تي، اعمل لها تفاضل دي اكس على دي تي بتساوي ناقص واحد على تي سكوير، واقوم ضربه في دي تي فتدينا الدي تي على ناحيه الايه رايت هاند سايد. اوكي. كانها كانت دي اكس على دي تي وضربت الناحيتين في دي تي. كويس. طيب واحد يقول لي ليه عملنا التعويضه دي؟ عشان ما بقاش حفظتك بس ان احنا كنا عايزينها واحد على انفينيتي، يعني واحد على اكس، فده اللي خلاني اشقلبها يعني زي ما هتشوفوا دلوقتي. عشان كده خليت التعويضه اكس بتساوي واحد على تي، حيث ان التي بتساوي واحد على اكس، فدي اللي هتخلي لي الانفينيتي دي زيرو. كويس. طيب كويس قوي. طيب يا باشمهندس حلو، تعالي بقى نبتدي نشتغل. سيبك من الحته دي هنقولها حالا. ادي الدي اكس واكس واكس بلس 2، وادي التعويضه بتاعتنا. هنبدا هنشيل الدي اكس ونحط مكانها ناقص واحد على تي سكوير دي تي. هنا شيل الدي اكس، يعني كان ممكن تحط الكلام ده فوق من فوق او جنبه، يعني زي ما انت عايز. هو اعتبرها كانها واحد مضروبه في دي اكس، يبقى واحد مضروبه في الدي اكس اللي هي قيمه التعويضه دي. اوكي. طيب جه بعد كده عمل ايه؟ خد الاكس دي وقال اسميها ايه؟ واحد على تي اهي. طب والاكس دي برضو واحد على تي اهي. تعويض يا جماعه بالظبط انتجريشن باي سبستيتيوشن. خدت دي وخدت دي وعوضت بيهم في راس المساله. دي اكس شلتها وحطيتها ناقص واحد على تي سكوير دي تي، والاكس شلتها وحطيتها واحد على تي، والاكس دي شلتها وحطيتها واحد على تي. كويس. طيب المساله بتاعتي بقيت اهي، لسه كل ده حدود التكامل لسه ما لعبتش فيهم. تعال نكمل. ناقص واحد على تي سكوير دي، عايزه اختصر شويه بس ما خلي ناقص اهي، مفيش مشكله. الناقص التي سكوير دي مضروبه في المقام اهي. لو جينا هنا الواحد على تي لو ضربتها في البراكت هتبقى واحد على تي سكوير بلس 2 على تي. اضرب اللي انت عملته ده اللي هي واحد على تي سكوير بلس 2 على تي في تي سكوير، يطلع لك الانسر واحد بلس 2 تي، وفوق ناقص واحد. طب ناقص دي ممكن تعمل ايه في الحدود؟ تشقلبهم خلاص زي ما هنشوف الحدود دلوقتي، وهنشوف شقلبناهم ازاي. طيب لغايه دلوقتي عوضنا وعملنا شويه اختصارات. الاختصارات اللي هي ايه؟ الناقص فضلت زي ما هي فوق، والتي سكوير دي اتضربت في الكلام ده. اختصر الحته دي ازاي؟ اضرب واحد على تي في دي يبقى واحد على تي سكوير بلس 2 في واحد على تي. بعد ما تخلص هيبقوا ترمين، اضربهم في تي سكوير هتلاقي الانسر طلع لك واحد بلس 2 تي. كويس. طيب نيجي بقى للحدود. لما كانت باكسات كانت 2 وانفينيتي. طب التعويضه دلوقتي يا باشمهندسه ما بقتش اكسات، التعويضه بقت تيهات. اقوم جايه عامله ايه؟ والله لما تبقى الاكس بتاعتي ب2، لما الاكس بتاعتي ب2 يبقى التي بكام؟ حط هنا 2 واعرف التي بكام، شقلب يبقى التي بتساوي نص. يبقى لما
الاكس بتاعتي بتو التي بقت بتساوي كام؟ نص، اللي هو عوضت هنا في التعويضه اللي هي الاولانيه اول اسامشن خالص، اكس بتساوي واحد على تي، حطيت الاكس لان دول اكسات بتو، شقلبت حطيت هنا تي ونزلت هنا الاكس، يبقى بقت بنص، يبقى اول ترم بنص. طب والثانيه الاكس بكام؟ انفينيتي، وانا عايز اجيب التي اقوم مشقلبه برضو، تي بتساوي واحد على اكس، لان انت ممكن تشقلب كروس مالتيبليكيشن، التي تبقى هنا والاكس تبقى هنا، يبقى واحد على انفينيتي تدي كام؟ زيرو. وما تنسوش ان كان في هنا اشاره ماينس. طب الماينس دي ممكن تعمل ايه في الانتجريشن؟ لا اما تشتغلوا كده، وانا ما ارشحش كده لان ده الرقم متشقلب، الزيرو فوق وال0.5 تحت، المفروض من الصغير لما فوق في النمبر لاين، عشان كده رحت واخده النيجاتيف دي وشقلبت الانتجريشن، شلت النيجاتيف وشقلبت الانتجريشن بقى من 0 ل 0.5، 1 على 1 بلس 2 تي دي تي، بقت مساله سيمسون عاديه خالص، كان دي اكس وكان دي دي اكس، مش فارق خالص تي او اكس، انت شغال مساله عاديه خالص، مساله سيمسون عاديه. هتاخد النقطه بتاعتك الاولانيه الاي اللي هي بزيرو، وال0.5 اللي هي الايه اللي هي البي، يعني دي الاف اوف اي بتاعتك ودي الاف اوف بي، ودي الفانكشن اللي انت بتعوض فيها عشان تجيب النقط اللي هتشتغلها بقانون سيمسون. هو بيقول لك 4 انترفل، وعندك نقطه البي وعندك نقطه الاي، نقصهم من بعض على 4 جبت الاتش، هتعمل التقسيمه بتاعتك وتعوض في قانون سيمسون اللي هي النقطه الاولانيه زائد النقطه الاخرانيه والاود والايفن، وخلصت المساله على كده. وطبعا تكملتها الدكتور حللها، مفيش مشكله انت لو حليت اللي انا بقوله الموضوع خلص. يبقى اهم حاجه تبقى عارفها ان سيمسون ما بتتحلش عند انفينيتي، انفينيتي دي عامله لي ازمه خلاص، فاقوم عامله ايه؟ اشتغل سبستيتيوشن. سبستيتيوشن ازاي؟ احفظ التعويضه دي، اقول اكس بتساوي 1 على تي، والدي اكس بتساوي ناقص 1 على تي سكوير دي تي. عايز تبدا تغير حدود التكامل الاول، اوكي اكس بتساوي 1 على تي، يبقى غير حدود التكامل، خليها تي بتساوي 1 على اكس، يعني اعمل كروس مالتيبليكيشن، اول واحده ب2 يبقى 1 على اكس اللي هي الاثنين يعني يبقى نص، ثاني واحده 1 على انفينيتي اللي هي تديك كام؟ زيرو. اوكي، لانك غيرت، خليت التي من هنا والاكس من هنا، وعوضت مره الاكس ب2 وعوضت مره الاكس بكام؟ بانفينيتي. كويس، بعد كده شلت كل اكس بواحد على تي في الايكويشن، وشلت كل دي اكس حطيتها بناقص واحد على تي سكوير دي تي، اختصرت شويه الحل اللي هو ضربت البراكت ده في البراكت ده، واللي طلع ضربته في تي سكوير، طلع الانسر كده. الماينس شقلبت لك الانتجريشن، بدل ما من 0.5 ل 0 بقى من 0 ل 0.5، وبقت مساله عاديه خالص سيمس. كويس، طيب يبقى احنا قلنا لحد دلوقتي فكرتين، قلنا فكره السنتر ديريفاتيف بتاعت التو بوينت، وقلنا فكره سيمسون لو جالك في الامتحان لانفينيتي، لو ما جاش خلاص ما بنعملش سبستيتيوشن. هي بس دي مساله اسمها امبروبر انتجرال، دي سبيشال كيس في الانتجريشن كنا بناخدها، واحنا عشان في سيمسون محتاجين الاف اوف اي والاف اوف بي، وما ينفعش نشتغل بانفينيتي، اضطرينا ان احنا نعمل التريكه الصغيره دي عشان يبقى عندنا حدود التكامل. حل المسائل بايدك اللي انا بقولها دي، عشان لو جت جاست ان كيس ان هي جت، ممكن كل الكلام ده ما يجيش، بس جاست ان كيس ان هي جت تبقى عارف تحلها ازاي. خلاص، يبقى عملنا كفر لكل السبيشال كيسز. كويس، يبقى احنا كده خلصنا الديريفاتيف، وخلصنا السؤال الثاني بتاعكم بتاع مساله سيمسون بتاعت الامبروبر انتجرال. طيب ندخل بعد كده على سؤال ثالث. السؤال ده كان بيقول لك ايه؟ السؤال ده كان بيقول لك هو نيوتن، اوكي، انتربوليشن، مساله انتربوليشن عاديه خالص، هو مديك نقط، اوكي، وعايزك تحسب الانتربوليشن عند اوردر معين، وعايزك تحسب ايه؟ ايرور للانتربوليشن، ودي يمكن حته جديده شويه. وحاجه ثانيه عايزك ترتب البوينت عشان تطلع اعلى اكيورسي، ودي احنا قلناها قبل كده، بس انا عايزه اقول حاجه جديده فيها، يعني حته كده اعملوها احسن لكم، حته مهمه يعني، فلو جت اعملوها، لو ما جتش خلاص. تمام، طيب تعالى نقرا، ادي جيفن ذا داتا، مديك الداتا اهي، بيقول لك كالكوليت اف عند 2.8 يوزنج نيوتن انتربوليشن بولينوميالز. كويس، اوف اوردر كام؟ من 1 تو 3، يعني هو لحد 3، هو عايز اوردر 3. Choose the sequence of points for your estimate to attain the best possible accuracy.
You have to estimate the error for each production. طيب. واحدة واحدة كده. أول حاجة الأوردر ده نستفيد منه إيه؟ بصوا يا جماعة مش أنا قلت لك لو هو قال لك أوردر 3 يبقى إحنا هنشتغل بـ 4 points كلام ده صح مليون في المية بس الدكتور زود عليه حتة صغيرة قال لك لو طلب في السؤال ودي حتة أنا ما كنتش قلتها في السكشن لو طلب في سؤال الانتربوليشن إيرور لو طلب في سؤال الانتربوليشن إيرور زود على البوينت نقطة كمان عشان الإيرور يطلع كويس تمام؟ تاني يبقى احنا ثيرد اوردر يعني هنحسب 4 بوينت الدكتور بيقول لك لو طلب في السؤال كمان ايرور خليها نقطه كمان يعني خليهم 5 ما تخليهمش 4 لا خليهم 5 ليه عشان يبقى الايرور ادق تمام مفيش اكتر من كده انا عايز افهمكم الانتربوليشن كل ما تحسب عدد نقط اكتر كل ما كان احسن وكل حاجه بس احنا بنمشي زي ما الدكتور بيقول عشان تبقوا كلكم زي بعض في الايه في الاجابات تمام يبقى هنا قال لك ايه Order 3 كويس يبقى احنا 4 بوينت طالب ايرور في السؤال ايه ده استيميت ايرور طب ايه ده عايز ايرور يبقى ازود نقطه كمان يبقى بدل 4 هختار كام نقطه 5 يبقى تاخد الاوردر تشوف السؤال طالب ايرور زود نقطه ما طلبش ايرور زي ما كنا احنا بنعمل ما تزودش نقطه كويس طيب ايه تاني خد نوتس بالكلام ده يا جماعه خدوا نوتس ايه تاني هو عايزه احنا خلاص عرفنا ان احنا 3 هنزود نقطه ده 4 وعشان الايرور بقوا 5 عايزك ترتب النقط عشان تطلع اعلى اكيورسي طيب ارتب النقط ازاي يا باشمهندس تعال نشوف انا دلوقتي عايزه نقطه عند كام 2.8 انا عايزه 2.8 لا اما تبقى فوق خالص لا اما تبقى تحت خالص عشان يطلع لي لو انا اشتغلت فورورد نيوتن ميثود خلاص او upper newton method يطلع لي اعلى accuracy يعني الايرور يكون اصغر ما يكون او لو انا حطيتهم تحت واشتغلتها backward او الجزء اللي هو الداون في الانتربوليشن هتبقى برضو الايرور اصغر ما يكون انا دايما بحب اشتغل upper تبقى احلى يعني خلاص فاقوم قايله ال 2.8 ما بين كام 2.5 و 3.2 يبقى ابدا احط 2.5 و 3.2 اول نقط ابدا ب 2.5 و 3.2 اول نقطتين وبعد كده ارتب النقط الثانيه طيب انا قلت لكم وفاكره الكلام ده كويس قوي ان ترتيب النقط بعد ما حطيت الاثنين دول فوق مش بيفرق صح تمام وده صح كلام صحيح 100% بس الفكره ايه لو انت رتبت بطريقه يعني زي مثلا كريم رتب بطريقه فادي رتب بطريقه ابراهيم رتب بطريقه واتس ايفر رانيا رتبت بطريقه وعليا رتبت بطريقه انتوا متخيلين كل واحد هيطلع لنا انسر مختلف فالدكتور مش عايز كده فقال لك نمشي ازاي مش دول النقطتين اللي انت اخترتهم اللي هم هتحطهم في الاول امشي بعد كده ادخل شمال وبعدين ادخل يمين يعني ايه يعني انا 2.5 و 3.2 اخد بعد كده نقطه 2 وبعد كده اخد نقطة 4 طب لو عايز نقط تانية اخد بعد كده 1.6 واخد بعد كده 4.2 طب لو في كمان يبقى كده وكده امشي شمال وبعدين ادخل يمين هم النقطتين هم اللي هم بينهم ال 2.8 2.5 3.2 وانا برتب بالطول اخد بعد كده نقطة ايه امشي شمال اخد 2 طيب خدت 2 ادخل بعد كده ايه يمين خدت 4 خلاص طيب انا خدت 2.5 3.2 و2 و4 لو انا محتاج نقط ثانيه طبعا حسب الاوردر وتزود نقطه لو في ايرور تمشي ازاي شمال بعد كده تمشي ازاي يمين يبقى شمال 1.6 بعدين يمين 4.2 يعني احنا في حالتنا دي تعالى نعملها بقى واحده واحده قبل ما نشوف الانسر احنا اوردر 3 يعني 4 بوينت وطالب ايرور يبقى هاخد 5 بوينت النقطه بتاعتي ما بين 2.5 و3.2 يبقى هرتب كده اقول 2.5 بعديها 3.2 بعديها 2 بعديها 4 بعديها 1.6 هقف لان انا عايزه كام 5 بوينتس طب تعالى نشوف هل ده حصل هل الدكتور فعلا عمل كده بصوا اهي 2.5 3.2 اهي 2.5 و3.2 بعدين امشي شمال 2 بعدين امشي يمين 4 بعدين امشي شمال 1.6 لو كان الاوردر اعلى كنا دخلنا على ايه 4.2 and so on اهي بس احنا هنا وقفنا عند 1 2 3 4 5 اوكي ده عشان نطلع الايه الابر يعني تبقى فورورد
نيوتن انتربوليشن ويطلع لي الحل الاكيوريسي بتاعته عاليه as much as possible. كويس. طيب بعد كده احنا خلاص فهمنا ازاي بنرتب. يبقى قلنا هتاخد النقطتين اللي انت عندهم النقطه هتبدا بيهم, بعد كده شمال يمين شمال يمين, كل حاجه تاخدها تمشي شمال يمين, ادي النقطتين شمالهم 2 يمينهم 4, بعدين شمالهم 1.6 بعدين يمينهم 4.2 لحد ما تخلص عدد النقط على حسب الاوردر, بلس طبعا لو طلب ايرور تزود نقطه كمان. طيب بعد كده ادي حل المساله اهو زي ما بنمشي عادي خالص, انت رتبت النقط وبدات تطلع. مش احنا كنا بنسمي ده يا جماعه ده زيرو اوردر, ده الفيرست اوردر, ده السكند اوردر, ده الثيرد اوردر, ده الفورث اوردر. كانش عندنا مشكله في الحته دي خالص, صح؟ كويس قوي. يجي بعد كده يطلب منك ايه؟ يطلب منك الايرور, والحته بتاعت الايرور دي هي حته جديده شويه في الانتربوليشن. اوكي طيب انا دلوقتي هو طلب مني الايرور, كويس, اجيب الايرور ده ازاي؟ هو فين الابروكسيمت ولا فين الاكزاكت ولا فين ايه؟ بصوا يا جماعه الدكتور بيشتغلها ازاي, لان هو كل واحد بيشتغل بالطريقه اللي ايه اللي بتريحه في الايرور حسب ما انت بتبرمج للكمبيوتر بتاعك. بس انا يعني عايزه افهمك المعلومه دي. تعال نبتدي. لو هو طلب منك الفيرست اوردر, الايرور بتاع الفيرست اوردر حسب ما هو يقول لك في السؤال, هو عايز الايرور بتاع الفيرست ولا السكند ولا الثيرد ولا الفورث ولا الفيفث واتس ايفر, هو هيطلب ايه في السؤال. كويس, احنا عارفين ان ده الزيرو اوردر, ده الفيرست اوردر, ده السكند اوردر, ده الثيرد اوردر, وده الفورث اوردر. كويس. طيب لو هو طلب مني الايرور بتاع انت طبعا هتجيب له الايكويشن البولينوميال عادي خالص ومفيش فيها اي مشكله. لو طلب منك الايرور بتاع الفيرست اوردر اللي هو المفروض ده الحته بتاعت الفيرست اوردر, صح, وانت شغال ابر, يقول لك احسب النقطه اللي بعدها كانك بتعمل لها انتربوليشن. يعني ايه؟ يعني ايه الحته دي؟ هو احنا كنا بنمشي ازاي؟ مش احنا كنا بنقول في قانون الانتربوليشن الفورورد 14 بلس دي مضروبه في اكس ناقص اكس نوت بلس دي مضروبه في اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس 1 بلس دي مضروبه في اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس 1 اكس ناقص اكس 2 بلس دي مضروبه في اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس 1 اكس ناقص اكس 2 اكس ناقص اكس 3 and so on. انا لو طالب الايرور عند الفيرست اوردر اقوم واخده دي واضربها في الفاكتورز بتوعها بتوع الايه بتوع الانتربوليشن. يعني هاخد الرقم ده, يعني هو عايز الايرور عند الفيرست اوردر, اقوم واخده اللي بعديها على طول اللي هي دي, اقوم واخده الرقم ده اضربه في ايه اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس 1 اللي هو في قانون نيوتن اصلا هيبقى مضروب فيها, واقول هو ده الايرور. يعني لو هو طالب بتاع الفيرست اوردر خد بتاع السكند, خد الرقم او المربع اللي في السكند بس من قانون الانتربوليشن احسبه. خلاص, اللي هو الرقم ده مضروب في اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس 1 هو ده الايرور. طيب تاني, افرض هو عايز الايرور بتاع السكند اوردر, افرض هو حسب هو هيقول لك حاجه واحده في الامتحان, لو طالب الايرور بتاع السكند اوردر, كويس, انت عادي حسبت البولينوميال, تاني خطوه اللي هي تحسب الايرور, هل هتاخد ده؟ لا, خد اللي بعده اللي هو ده. يبقى الرقم ده هيتضرب في اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس 1 اكس ناقص اكس 2 اهو الايرور بتاع السكند اوردر ار 2 يعني اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس 1 اكس ناقص اكس 2. يعني انت وانت كاتب قانون الانتربوليشن لما يطلب منك الايرور شوف انت في اوردر كام, خد الترم اللي بعده من قانون الانتربوليشن. بس كده خلص كده حوار الايرور بتاع الانتربوليشن. تعال نعيده تاني. مسألة الانتربوليشن قلنا هنرتبها ازاي ومفيش مشكلة, والاوردر قلنا هناخد عدد البوينت الاوردر بلس 1, ولو طلب ايرور زود نقطة كمان عشان تبقى ايه في اكيوريسي في الحل. كويس, ايه تاني دلوقتي هيطلب منك ايرور في الانتربوليشن ده لو طلب, ممكن ما يطلبش اصلا. لو طلب هنقوم عاملين ايه؟ هنقوم جايين على النقطة دي, هو هتشوف هو عايز عند اوردر كام, قال لك مثلا انا عايز عند الفيرست اوردر, تقوم واخد الرقم ده تضربه في اللي كان مضروب فيه في قانون الانتربوليشن اللي هي اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس 1, تقوم حاسب زي ما الدكتور حاسب. افرض عايز هو السكند اوردر, تقوم واخده الرقم اللي بعده اللي هو ده تضربه في ايه؟ في اللي كان مضروب فيه في قانون الانتربوليشن اللي هي اكس ناقص اكس نوت اكس ناقص اكس 1 اكس ناقص اكس 2. طب افرض كان عايز الايرور عند الثيرد اوردر, واخد الرقم ده
تضربه في اللي كان مضروب فيه في قانون الانتربوليشن اللي x ناقص x نوت x ناقص x1 x ناقص x2 x ناقص x3 اللي بعد دي السلايد اللي بعد دي. فالكلام ده كله مكتوب عندك في الايه في المحاضرة والحتة دي موجودة, بس انت خد نوتس واكتب الكلام اللي انا بقوله ده وزوده عندك في الايه في السكشن عشان يبقى معاك الكلام اللي قاله الدكتور والكلام اللي انا قلته يبقى كامل. فاهمين قصدي؟ او انت ممكن طبعا تسمع المحاضرة وتفتكر الكلام ده كله من المحاضرة برضو, مفيش مشكلة. تمام, يبقى احنا كده قلنا الايه الايرور بتاع الانتربوليشن. فاضل حتة عبيطة كده صغيرة وخلصنا خلاص اللي هو الايه الاسئلة اللي انتوا سألتوها لي كلها. اخر سؤال انا اتسالته كان في الترابيزويدال, ما كانش ترابيزويدال, هو كان سؤال ايرور والناس جابت لي السلايد ده بعتتها لي, يعني قالت لي ايه باشمهندسه هو بيطلب في السؤال كذا ايرور, بيطلب الاكزاكت او بيسموه الترو ايرور, بيطلب حاجه اسمها البرسنتج ريليتيف ايرور, بيطلب حاجه اسمها الاستيميتد ايرور. يبقى خد بالك من ثلاثة ايرورز ممكن يطلبوا خلاص في الدروس اللي هي مثلا الانتجريشن الكلام ده كله اللي هي الحته بتاعه الانتجريشن بالذات. خلينا نقول هي اعتبرها في الحته بتاعه الانتجريشن بالذات. طيب هو بيطلب ايرور وبيجيب لك مسميات غريبه, كل ده انت خدته ما عدا الحته بتاعه الاستيميتد ايرور دي الدكتور زودتها, بس كل الحاجات الثانيه انت عارفها وخدناها, بس انت بتبقى بس عندك مشكله في المسميات. بص كده, دي مسألة ترابيزويد العادية خالص, مديك f of x ومديك الحدود بتاعتك ومديك كل حاجة ومديك حاجة اسمها ال correct value للانتجرال, يعني لما عمل لده integration المفروض ان هو كان يطلع له الرقم ده, مفيش مشكلة. ايه هتحلها مسألة ترابيزويد العادي خالص, عندك اول نقطة واخر نقطة, خد ال in between والقانون اللي احنا شغالين منه في السكشن ومفيش اي مشكلة هتطلع نفس الرقم. بعد كده هيطلب منك 3 error, تعالى نعرف كل واحد بيتجاب ازاي او يعني مسمياته ازاي زي ما خدناهم في السكشن. لما يطلب منك ترو ايرور هو كانه قال لك هات الاكزاكت ايرور. اوكي, لما يقول لك كلمه ترو او يقول لك كلمه اكزاكت هو القانون اللي انا قلت لكم عليه, قلت لك لما ما يطلبش منك بيرسنت تاخد الابروكسيميت اللي انت جبته اللي هو سوري تاخد الاكزاكت اللي هو مديهولك في السؤال اللي هو الكوريكت انتجرال دوت تطرحه من الابروكسيميت, يبقى الاكزاكت ناقص الابروكسيميت, خلص على كده من غير بيرسنت ولا حاجه, كده جبت له حاجه اسمها الترو ايرور او الاكزاكت ايرور, لا اما يقول لك ترو لا اما يقول لك اكزاكت. يبقى تاخد الرقم الترو اللي هو اللي بقى قايله في السؤال اللي بنسميها الكوريكت فاليو يعني ترو الجيفن يعني الجيفن ايرور ناقص الابروكسيميت, كده طلعت له الاكزاكت او الترو ايرور. طبعا يا جماعه كل دكتور بيسمي الايرور بتاعه حسب الالجوريزمز او المسميات اللي هو بيشتغل فيها في الكودنج, فانت بس شويه مسميات مش اكتر. طب لو طلب منك اللي اسمه بيرسنتج ريليتيف ايرور خلاص زي ما قلت لك قانون البيرسنت, تقول الاكزاكت ناقص الابروكسيميت على الاكزاكت, عارفينه طبعا, وتاخد الابسوليوت فاليو طبعا في الايه في الايرور, ما بناخدش الارقام النيجاتيف هنا برضو, حط ابسوليوت فاليو انا ما بنحطش ارقام نيجاتيف, يبقى الاكزاكت ناقص الابروكسيميت على الاكزاكت. اظن ان انا ما قلتش هنا حاجه جديده, الاكزاكت ناقص الابروكسيميت, الاكزاكت ناقص الابروكسيميت على الاكزاكت في 100, انت بس المسميات هنا لو قال لك ترو ايرور او اكزاكت ايرور, هنا لو قال لك البيرسنت ريليتيف ايرور. كويس, طيب ايه كمان يا باشمهندس, حاجه اخيره كده, هو قانون بصراحه رخم شويه بس احنا نعرفه عشان نبقى عارفين كل حاجه وخلاص. ماشي, يطلب منك حاجه اسمها الاستيميتد ايرور او الابروكسيميت ايرور استيميتد. ماشي, ده بتقوم كاتب القانون ده زي ما هو كده, قانون تقوم كاتبه زي ما هو كده, عندك البي وعندك الاي وعندك الان اللي هم عدد الانترفال, فاضل الترم الغريب ده بيقول لك الاف دبل داش بار كده كانه يعني بيجيب الافريج. ماشي, الاف دبل داش بار دي بنجيبها ازاي؟ هي رخمه بس ما تعتبرش حاجه بالنسبه للرياضه, تيجي للايكويشن الاصليه تعمل لها ديريفاتيف كام مره؟ مرتين, مش اف دبل داش هي تعمل لها ديريفاتيف مرتين اهي, تيجي لدي تقوم عامل لها ديريفاتيف, يعني تنزل الباور تطرح منه واحد, 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 وهنا 25 وهنا 0,
ترجع تاني تنزل الباور تطرح منه واحد، تنزل الباور تطلع تطرح منه واحد، سوري تنزل الباور تطرح منه واحد لحد ما تخلص خالص. ده السكند دريفيتيف. السكند دريفيتيف اللي انت جبته ده تعمل له انتجريشن من حدود ال A وال B وتقسمه على B ناقص A. خلاص يبقى الحتة الغريبة اللي في القانون دي تيجي للإيكويشن الأصلية تعمل لها دريفيتيف مرتين. ده حتى يا جماعة من جوه النظر بتاع المنهج، يعني قانون أصلا رخم جدا مش أي حد بيجيبه، بس احتياطي تيجي للإيكويشن الأصلية تعمل لها دريفيتيف مرتين، تكتب القانون بتاعها انتجريشن من الA للB على B ناقص A خلصني. تعمل لدي انتجريشن من 0 ل 0.8 الايكويشن اللي هي اللي اسمها الاف دبل داش دي، وبعد كده تقوم قاسمها على 0.8 ناقص 0 تطلع الانسر، تاخد الانسر ده تقوم حاطه في القانون تطلع الرقم. قانون رخم بس نبقى عارفينه جاست ان كيس، ان هو لو جه برده تبقى عندك كل المعلومات. القانون ده بس تبقى ايه عارفه مش اكتر منه. تاني يا جماعه في عندك 3 ايرور، الترو ايرور او الاكزاكت ايرور، بتقول الاكزاكت اللي هو بيدولك اللي هو في السؤال الكوركت فاليو ناقص الابروكسيميت. التاني لو قال لك الريلاتيف بيرسنت ايرور او البيرسنت ريلاتيف ايرور، الاكزاكت ناقص الابروكسيميت على الاكزاكت في 100 مفيش مشكله صح. طيب اخر واحد ده لو قال لك الاستيميتد ايرور جاست ان كيس، تقوم كاتب القانون ده تعمل للفانكشن دي دريفيتيف كم مره، مرتين تعمل لها دريفيتيف مرتين، وبعد ما تعمل لها دريفيتيف مرتين هتاخدها تعمل لها انتجريشن من ال A لل B وتقسم على B ناقص A طلعت الفاليو. تعويض مباشر في القانون، تاخد الفاليو دي تحطها تحت جبت له ال A الابروكسيميت ايرور استيميت اللي هو عايزه. بس هي دي الاسئله اللي انا اتسالتها. طبعا لو عندك انت اي سؤال اكسترا هتبعت لي اي سؤال خلال اليوم لغايه قبل الامتحان هرد عليك مفيش مشكله، بس دي الحاجات اللي ايه اللي جات لي بقالها كام يوم، فانا حبيت ان انا اقولها لكم في فيديو عشان حسيت ان هم كتير قوي، وان لو كلكم عرفتوها هتبقى حاجه كويسه. طبعا I'm cheering for you, I wish you all the best، ولو في اي حاجه ابعتولي. تمام ربنا معاكم يا جماعه.